انا ما رمى روكي السلاح. تدريش كيف هذا يكلف؟ روكي يقول انه خلاص هم جايين يقتلوني. يو كومبي ما رموا النار عليه فرغت البحيرة. فدش مستغرب مع بني. فبني مستغرب من ليش وقفوا يطلقون النار يمديهم انه ينهنهم بكل سهولة. الماريف دخلت عشان تتأكد شنو اللي قاعد يصير. يو كومبي بقى يلحقونهم بس مسافة محددة. فريفي تقتر عن انهم ينحاشون. فدش قام يمشي عشان ينحاش منهم. بس اللي هو كومبين مراضين يخلونه ينحاش. ففشلوا ان ينحاشون ونحشروا بهالمكان. روكيت له فكرة ان ليش ما يطيرون اللي هو كومبين للقمر. عجبت الفكرة ووافق عليها. كيف رمت كم طلقة على اللي هو كومبين. وروك رمى فلير. الصواريخ الحين انشتتها وانفجروا الحين. داتش يركب السفينة ويرمي تربيته لانش على الكابتن. فرغة البحيرة يعطون الدسك حق البلالايكا. النهاية روكي دخل بفرغة البحيرة. وبعد دخول روكي بفرغة البحيرة قمنا نشوف انه هو قاعد يتجول في روانامبر. وطبعا روكي مشتري فاكهة وعضاها قريب بس طعمه سيء. فنروح مع داتش انه قاعد يتجول في اماكن روانامبر. فداتش يروح عند مرات الاتصالات ويتكلم مع واحد. فجأة يقولك مستر تشيني ويقول الأجواء جميلة أتمنى. مستر تشيني يقول حق داتش أنت إيش كذا راح تشتغل مع الوي المشوي هذا. فداتش يقول له منو هذي. فالمقصد كان مني إنه بلالايكا الروسية. مستر تشيني يحاول يقول إنه هو قاعد يحاول يقول إنه يطلع منها يسحب بسرعة. داتش قال له هل أعطيك نصيحة حتى الأشرار عندهم حس سليم. ونهد كلام داش وقال ان هي بلالايكا عندها شرف اكثر منك. مستر تشين يقول حق داش انه ما يحصل اي فرص ثانية ولا حتى انت راح تاخذ فرص ثانية. روك كان نايم بس قام سيب ريفي. وروك قام من النوم بس شنه واحد سكران قايم من النوم. فالحين يروحون الى الغار ما مالهم. فمستر تشين كان حاط فخ حق عصابة داتش وقال حق اللي معاه لو يبي يشوفه ولا لا هو كيفه. واحنا الحين بالغار وقاعد نشوف ان روكي قاعد يسوي الخيوط بس مو عارف شلون يسويهم عدل. ريفي خذت الحبل وقاعد توري روكي شلون يسويه وقالت انه حتى الغرد الغبي يمدي يسويه. فريفي سألت يعني شنو اللي يسويه بشغله. فروكي يقول له انه يسوي اوراق اتصالات والاشياء كذي. وروكي يسأل ريفي عن شنو اللي كانت تسوي قبل ما تيجي مني. ريفي تقول ان اللي يسويه الحين هو اللي يسويه قبل. وبعدين روكي يقول خلينا نتوقع كنت تروح عند الانهار وتستانسين وكذي. جانا نروح عند بني اللي اتصل على داتش عشان ينبه عن السفن الجاية. داتش يسأل عن ان منو هبيل المرات الجايين بالسفن. بني على بالي ان يمكن هبيل دوريات شرطة يصيدون القراصنة. فريفي تقول له داتش شنو صاير. بني راح يشرح كل شيء. بني يصر يقول ان في بعد ثلاث قوارب جايين. روكي الحين ركب فوق عشان يشوف السفن قريب. وريفي جاهز عشان يدمر السفن كلها. ريفي دمرت اول سفينة. أنا راحت عند الثانية وتدمرها بعد. دمرت كل السفن اللي جت عشان يهزمونهم. شوف مستر تشين الحين قاعد بيهرب بعد انه فشلت الخطة مالته. شوف بلالايكا جت عند مستر تشين وعطيته رفسه. بلالايكا الحين قاعد تتكلم مع داتش. وتشوف بلالايكا معلقة مستر تشين. بلالايكا فجرت المكان. وداتش غرر انه يوديهم كلهم ويلو فلاج. مكافأة حقهم وكذي.